بصوا يا جماعة، ده شكل الجلابية بعد ما عملته. اتعملت بشكل سهل قوي قوي بسيط، يا رب يكون تفصيلة سهلة وبسيطة وعجبتك. اهم حاجة بس اللايك والتعليق والاشتراك. بصوا يا جماعة، ده من الظهر، تمام، ده من الظهر وده من الامام. شايفة ازاي الجلابية اتعملت؟ بمنتهى البساطة، بمنتهى كل حاجة. السلام اهم عليكم حاجة وبركاته، ازيكم يا اجمل جمهور في الدنيا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طبعا النهارده رجعنا مع بعض بجلابيه بيتي سهله قوي قوي وبسيطه، جلابيه جميله قوي قوي يا جماعه. اهم حاجه بس اللايك والتعليق والاشتراك، يلا بينا نعمل الجلابيه بطريقه سهله وبسيطه ومن الصفر. بصوا بقى دلوقتي معايا البطلون الاساسي اهو، تمام، وهتلاقوه تحت في صندوق الوصف من الصفر. وبعد كده هنعمل بقى ايه؟ ثانية واحدة، هنبدأ ان احنا نعمل تعديلاتنا بطريقة سهلة وبسيطة. اول حاجة خالص هنجيب الكتف هنا بتاعنا اهو، شايفة الكتف بتاعنا اهو، تمام، 6 سنتي. هبدأ اخصم من ال6 سنتي دول 4 سنتي اللي هما دول، تمام كده. يبقى هنعمل هنا تحديد على 2 سنتي بس، تمام كده. يبقى انا شلت دول، شلت المسافة دي. طب المسافة دي هعمل بيها ايه؟ هوسع بيها حردة الرقبة بتاعتي، تمام. فانا هبدأ انزل كده من هنا من عند حردة الرقبة عشان اظبط العرض بتاعها والطول، وهبدأ اوصلها بيها، تمام كده يا جماعة. بصوا الخط ده كده، ونروح ايه طالعين اهو، شايفة ازاي. وبعد ما عملت الخط ده بالشكل ده، هبدأ بعمل الخلف من الناحية دي كده اهو، ثانية واحدة، بالطريقة دي، تمام كده. طيب هو ده التعديل الوحيد الموجود معنا في الجلابية دي يا جماعة. وبعدين هنبدأ ان احنا نقص. طبعا حابة تقسميها زي ما موجود في الصورة، ده حسب رغبتك انت، حاجة بتاعتك انت يعني، حابة تقسميها تمام، مش حابة حابة تسيبيها كده برضو تمام. ثانية واحدة، وهنبدأ ان احنا نشيل بقى حردة الابط معانا اهي، تمام. بعدين هنبدأ نجيب هنا كده الكتف بتاعنا ده اهو 2 سنتي، ونروح جايين على الخلف وماخدين حردة الخلف معانا اهي. هنركن الأجزاء دي كده على جنب، وبعد كده هنبدأ نفتح بقى الأمام من الخلف. طبعا مدبسة من تحت هنا عشان خاطر الورق تاني يتمسكولي في بعض، ما يبقاش فيه ايه اي انفصال. ويا ريت انت تعملي برضو كمان الموضوع ده عشان خاطر الموضوع يبقى ايه جميل كده وسهل. نبدأ نفصل الأمام عن الخلف، وبعدين هنبدأ نجيب الأمام ونبدأ نشيل حردة الرقبة اللي انت شايفاها دي اهي كده. وبعدين هنبدأ نيجي كده اهي بالشكل، تمام. وادي يا جماعه الجلابيه بتاعتنا، هي لسه ما خلصتش، لسه فيها حاجه تانية. هبدا ان انا اجيب الامام على الخلف وهبدا اخيطهم في بعض. الاول خالص هنبدا بالكتاف، اول هنعمل الكتاف من هنا اهو كده، تمام. نجيب بس هنا الكتف ده والكتف ده اهو بالشكل ده، طبعا ثانيه واحده اهي، تمام. وهنيجي من الناحية التانية من الكتف التاني ونبدأ نقفله اهو، ثانية واحدة نقفله مظبوط بس عشان خاطر الموضوع يبقى مظبوط. وبعدين هنبدأ نقفل الجناب بقى اهي، اهي تمام. دلوقتي بعد ما قفلت الجناب والكتف وكل حاجة كده، ناقص بقى حاجة تانية بسيطة اوي. هنجيب قطعة تانية من الورق وهنقص قط، او زي بالظبط يبقى ايه نص قط كده، تمام. احنا عاملين الكتف بس احنا عايزين كمان قط يبقى مدلدل من عند الدراعات. فعرضه هيبقى قد ايه؟ عرضه هيبقى نقدر نقول هيبقى 6 سنتي، حلو قوي عرضه، تمام كده. نبدأ نعمل خط بمسافة ال6 سنتي دول، وابدأ اطلع كده بخط مسافته 6 سنتي اهو، عرضه مسافة عرضه 6 سنتي، طوله الطول اللي تحبيه. ليه بقى؟ لان انا هعمل كشكشة وعامل كسرات، بلاش كشكش، هعمل كسرات. فالطول اللي تحبيه وشايفاه ان هو مناسب مع التصميم. طبعا طبقتهم كده على 2 عشان خاطر اطلع 4 منها او 2، واحدة للجنب اليمين واحدة للجنب اليسار، تمام كده. بصوا يا جماعة، طبعا انا بعد ما شلت الجزئية دي هيبقى معايا هنا الزيادات كده، فالزيادات دي عشان تبقى مظبوطة الورقة هنبدأ ان احنا نشيلها اهي، مش هسيبها، تمام كده. تمام، دلوقتي طلعت قطعتين زي ما انت شايف اهو اهو، هبدأ ان انا اعمل فيهم كسرات بس مش كتير قوي، بس هتبقى حلو. وهبدأ واحدة واحدة
طبعا. ثانية واحدة اهي، هعمل القطعتين وهوريهولك. بصوا يا جماعة دلوقتي ادي القطعة الاولى وادي القطعة التانية، عملتهم الاتنين تمام. هبدأ بقى اجيبهم كده، اجيب بقى ايه الجلابية بتاعتي اللي هركب فيها القطعة دي. القطعة دي لما هركبها هركبها من هنا تمام، هركبها من هنا. ليه بقى من هنا؟ لان لما اجي ارسم حردة الرقبة الرزق اسمها هتيجي كمان مع ايه، مع القط بتاعي ده اللي انا عاملاه. فانا هرسم تمام كده، هرسم الرسمة وكأني ايه هجيبها من الاول. هرسم بس القطعة دي عشان مش هعرف ارسمها وهي عاملة الزوجية كده، هنرسمها بس كده ايه نفس الرسمة اللي احنا هنحطها عند حردة الرقبة تمام كده. اهي خط كده بس اهو تمام. طيب ودلوقتي بقى هبدأ، ثانية بس هجيب الدبيس، عشان الدبيس اهم من الدباسة في الموقف ده. ثانية واحدة اهي، وهبدأ ان انا افتح هنا دي كده واروح حاطة من اول هنا تمام كده اهو. طيب وبعدين هاجي من ورا واروح لفة كده الجلابية بتاعتي واروح جاية بنفس الزاوية واروح حاطاها تمام اهي. ثانية واحدة، ثانية واحدة، وبعدين هنيجي من الناحية التانية من الجنب التاني اهو، الجنب التاني ده هبدأ بقى ان انا اجي اعمل ايه هنا، هعمل هنا كده زاوية. ثانية واحدة اهي تمام كده اهي، بردك نفس الموضوع يا جماعة. وبعدين هنيجي من هنا ونروح جايين وعاملين نفس الحكاية دي اهي. بصي ثانية واحدة اهي، شايفة ازاي ووصل الكسرات بتاعتي بنفس الحكاية. ماليش دعوة دلوقتي بالرسمة الموجودة في حردة الرقبة، انا كده كده هعملها يعني مش هسيبها، انا بس بوريكي حاليا القط ده هيتركب فين وازاي، فين وازاي تمام كده. هو الموضوع قط تمام كده. ثانية بقى اوريكي الجلابية، اهي الجلابية يا جماعة بتاعتنا، بس ناقص طبعا الرسمة اللي احنا نعملها على حردة الرقبة بتاعتنا تمام كده. فانا هجيبها من نفس الزاوية بتاعتها اهي، شايفة ازاي. طيب دلوقتي بقى توريكي بقى صورة الجلابية اتعملت بطريقة سهلة وبسيطة اوي. ثانية اوريهالك. بصوا يا جماعة ده شكل الجلابية بعد ما عملته، اتعملت بشكل سهل اوي اوي بسيط. يا رب يكون تفصيلة سهلة وبسيطة وعجبتك. اهم حاجة بس اللايك والتعليق والاشتراك. بصوا يا جماعة ده من الظهر تمام، ده من الظهر وده من الامام، شايفة ازاي الجلابية اتعملت بمنتهى البساطة بمنتهى كل حاجة. اهم حاجة تتفرجي واحدة واحدة، ولايك وتعليق واشتراك، وكل سنة وانتم طيبين يا جمهور في الدنيا. فاهمة ان انا مع تحية تعليم الخياطة عمرية.